برحب بنجوم العمل اللي مشرفيني ومنوريني، وهبدا بنجم الجميل، النجم المتميز اللي ابدع واللي انا فعلا يعني لا اخفي يعني اعجابي، مش عشان خاطر هو نجم ابن نجم، لا هو النجم بجد، لان هو اثبت ان هو فنان متميز. محمد عادل امام نورتنا وشرفتنا يا محمد. ربنا يخليك يا استاذ، والله ده انا اللي فايحه. ونجم جميل جدا ولعيب وعلي ربيع، ومنور علي ربيع، ازيك يا علوه؟ ونورتنا، والف مبروك على الفيلم الجميل. الله يخليك، انا مبسوط جدا ان معانا كمان يعني بعد اذن استاذ معتز، عشان ده لازم نختم بيه في الاخر. النجم الجميل طاهر ابو ليلى، النجم الجميل اللي اسعدنا في الفيلم، وبجد قدمت دور جميل ورائع. الله يخليك وحبيب قلبي، اللي عايزين نقوله كل سنه هو طيب. النهارده يعني عيده، وهو دايما متعود معنا في الاعياد على راي محمد امام يكون معانا. فاضل مين؟ لطفي لبيب، صح؟ ادوارد، نورتنا ومبروك الفيلم. اهلا بيك والله يا مبسوط. واخيرا وليس اخيرا بقى، المخرج الجميل المتميز حبيب قلبي واخويا معتز التوني، ابهرتنا بالفيلم الجميل. ربنا يخليك يا دكتور عمرو. نبدا بمحمد امام. ايه يا محمد؟